من المجلس الدستوري السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهوريه الجزائريه. هنالك تحالف موضوعي ما بين بقايا العصابه وبعض المتطرفين لان عندما نقصي كل الاحزاب الجديده نترك الفراغ باش العصابات عاود ترجع قوه اقتصاديه وقوه سياسيه يهمنا البريكس اولا باش نبعث على الجاذبيه على القطبين اولا وثانيا احنا كدوله دوله رائده في عدم الانحياز هذا كل الاتجاه نتاعنا ان شاء الله وجود نتاعنا احنا بالقوة نتاعنا ما لازمش كذلك نفكر انه رايحين ننافسوا مانيش عارف اي قوة عظمى ولكن بالامكانيات نتاعنا وعندنا اوراق واكدتها قبلت لازم نلعب دور في المكان المناسب نتاعنا. في توقيت حساس داخليا وخارجيا، الجزائر نجحت في الانتقال من مرحلة الحراك الى الاستقرار السياسي، كيف فعلتها وما اثر ذلك في العوده الفعاله للدور الجزائري عربيا واقليميا؟ وعشيه زياره الرئيس عبد المجيد تبون روسيا، ضغوط غربيه للتاثير على الموقف الجزائري، فما المطلوب داخليا للمواجهه والتحصين؟ رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي اهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بايجاز نورتنا. اهلا بك، شكرا لك، شكرا لك على الاستضافه. وشكرا على قبول الدعوة ونبدأ وإياك في خصوصية التجربة للجزائر حراك بدأ في فبراير 2019 بعد شهرين استقال الرئيس السابق بوتفليقة ومع نهاية العام كان هناك انتخاب لرئيس جديد عبد المجيد تبون تمتاز هذه التجربه بالنسبه للجزائر بانها بايقاع سريع مخالفه لبعض النماذج في دول عربيه اخري حيث كانت الفتره الانتقاليه او المجالس التاسيسيه فترات طويله اختلفت الجزائر وانتم كنتم من رموز الحراك ومن المدافعين عن هذا المسار بإيقاعه السريع في الإنجاز لهذه المرحلة الانتقالية والانتقال إلى الاستقرار السياسي كيف بنيتم هذه الرؤية وكيف استطاعت الجزائر أن تصل إلى هذا المسار وهذه النتيجة نعم مساء الخير في الحقيقة نذكر الإخوان أنه في جيل جديد كنا يعني نقاوم نوعا ما النظام السابق لأن ظهر إنه الجزائر كانت في موقع ضعيف جدا خاصة أمام الغرب وبعد يعني الدول مثل المستعمر السابق وكان يعني خيارات جيوسياسية ضعيفة جدا فكان لازم على الجزائريين أن يقاوموا تلك النظام اللي كان دخل في مرحلة فساد معمم فالحمد لله الشارع تحرك ودخلنا في فتره الحراك وبعد اشهر يعني بدا يتضح الامر ان كانت محاولات لتدخل داخل الحراك وانحرافه فاحنا في الجيل الجديد ما دام كنا يعني نساند مسار يكون نظيف ونذهب بسرعة إلى استقرار دولة فرفضنا أي تلاعبات خاصة من تلك الجهات المتطرفة في بعض الأحيان وبعض الأحيان يعني أناس كانوا يعني يتماشون مع أوتار العاطفة وشعارات إلى آخره فكان لنا موقف باش نذهب مباشرة إلى استقرار الدولة وإعادة هيبة الدولة لتسيير أمور المواطن ولكن في إطار وطني واضح ويعني للدفاع عن السيادة وعلى كيف نضجت هذه الرؤية سيد جلالي؟ بمعنى في بداية الحراك وكنتم حاضرين على الأرض وأنتم من المعارضة وكما أشرنا من رموز هذا الحراك كان لديكم مبادره قدمتوها في اذار مارس اي بعد نحو تقريبا من بدايه هذا الحراك ووضعتم فتره انتقاليه بين سته اشهر الى سنه يترأسها الرئيس السابق بوتفليقه لكن اختلفت رؤيتكم وبرزت الرؤيه الاوضح بمنع الفراغ الدستوري بالانتقال بشكل سريع سياسيا في الجزائر خصوصا في يعني منتدى الحوار الوطني الذي عقد في حينها ما الذي تخوفتم من كيف بنيت هذه الرؤيه لديكم خصوصا عندما تتحدث عن تدخل لجهات لا ادري اذا كنت تقصد ايضا الخارج نعم نعم في الحقيقه في السياسه يعني لازم نتاقلم مع السياق العام في البدايه كان الرئيس السابق كان يعني دائما يتحكم في الامور فالضغط الشعبي خلانا انه نطلب بمرحله انتقاليه ولكن في اطار الدوله واطار الدستور القائم ولكن بعد أشهر اتضح الأمر عندما جاء أنذاك الرئيس بن صالح يعني نيابة على رئيس بوتفليقة وسير البلاد مؤقتا وفتح أبواب الحوار كنا من مدافعين على تلك الحوار هنا بدأت بوادر يعني فكرة أخرى في بعض يعني من الإخوان اللي كانوا يحبوا اسقاط النظام الجزائري ووراء النظام التخوف كان اسقاط الدوله الجزائريه وهذا شاهدناه في عدد من الدول العربيه التي دخلت في يعني طريق طريق التغيير الشامل والمعمم والكامل، هذا كان يؤدي مباشره الى اضطرابات خطيره داخل المجتمع. وهذا كان يعني وعي منا انه غير ممكن ان ندفع بالجزائر الى نوع من نزاع او تدافع داخلي اللي كان يقدر يؤدي بنا الى مشاكل اخطر. الاصابع وأكبر. الخارجيه هنا اين لاحظتموها في مخاوف هذه في دفاعكم عن ان تبقى الجزائر دوله المؤسسات؟ وتصل الى بر الامان خصوصا نعم. انه كان لديكم بعض التصريحات وقلتم انه بعض الجهات في ذاك المشهد السياسي كانت تدافع حتى عن بعض التصريحات الخارجيه الفجه حتى في الشان الداخلي الجزائري نعم. لكن تلمستم اصابع تريد سيناريو بعينه خصوصا أن الغرب من من بعض الدول الغربيه التي تدعم النموذج المفتوح بالمعنى المسار الانتقالي او المجالس التاسيسيه في الحراك اللي شهدناه في بعض الدول من قوسين الربيع العربي. صحيح ووضح ان هنالك بعض الاوساط حتى هنا في الداخل اللي كانت لها يعني فكره انه دعم الموقف نتاعها بقوه خارجيه وشفنا ان هنالك البعض من السياسيين يطالبون بالتدخل المباشر من قبل البرلمان او من قبل رؤساء دول اخرى وهذا كان يعني خطر علينا مباشره لان في نهايه الامر الجزائر ليست آه رغم يعني تسمية الجزائر ولكن ليست جزيرة آه في 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 العالم وحدها آه هنالك مصالح كبرى من الغرب ومن الشرق ومن عدد من الدول فعندما دولة تضعف شيء طبيعي جدا انه هذه المصالح عن من الخارجيه من برز هنا من تلعب دور لتحو... دور فرنسا مثلا نعم واضح انه واضح أن التدخلات كانت تأتي من الغرب يعني من من فرنسا من من الولايات المتحدة من عدد من اللاعبين في يعني اللعبة الجيوستراتيجية لأن الجزائر لها علاقات كبيرة جدا مع تلك الدول مثلا في فرنسا هنالك حوالي أربعة أو خمسة مليون جزائري او فرنسي من اصول جزائريه في تقيم بفرنسا هنالك علاقات كذلك مهمه في الجانب الامني مع الولايات المتحده الى اخره فالجزائر الموقع جيوغرافي تاعها تخليها تبقى يعني في علاقه مع الغرب وفي حاله اضطراب كل هذه الدول يعني كانت قلقه وتحاول ان تجلب اليها الحل النهائي ففي نهايه الامر يعني كانت المؤسسات الجزائريه اقوى وفرضت يعني الحل والحمد لله اليوم نشوف ان الجزائر تستعيد كل السياده وتبقى يعني سيده في الخيارات السياسيه طيب سأسألك سؤال بايجاز تح. وبجمله يعني وفيه نوع من الجراه عندما تحدث عن فرنسا نعم. هل كانت تريد غير المسار الذي شهدناه الان مع ختام عام الحراك بانتخابات رئاسية وما تلاها من انتخابات هل كانت تفضل نموذجا مختلفا مرتبط بالنظام السابق أو من كان يحكم في الكواليس؟ واضح أن فرنسا كانت تدعم مباشرة النظام السابق وفي مدة الحراك كانت تحاول دائما أن تلعب دور لتوجيه الحراك الى هدف ما فبعد الانتخابات الرئاسيه كانت هجوم قوي جدا من وسائل الاعلام الفرنسيه ضد النظام الجديد اللي كان بدا ينشا في الجزائر فكان لها دور اما بالتفاصيل ليست لي التفاصيل انا يعني كان عندي علاقه مع كل الاطراف ولكن علاقه دبلوماسيه محضه ولا اكثر طيب ولانك تحدثت عن انه الجزائر انتقلت الى هذا الاستقرار، نريد ان نعرف الاثر المباشر ان كان على الداخل او حتى في صياغه سياستها الخارجيه، لكن الى اي حد وهنا يطرح عليك ابن الجزائر سؤال من مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر يقول لك ما مدى ارتياحك لسياسه الجزائر الداخليه والخارجيه في تاثيرها على المواطن الجزائري؟ نعم نظن لازم نفرق ما بين السياسه الخارجيه والسياسه الداخليه السياسه الخارجيه يعني الجزائر عادت بسرعه جدا للمشهد العالمي ودخلت من جديد او احيات من جديد كل العقيدة السياسية التي كانت تمشي عليها منذ عقود فمثلا الدفاع على القضية الفلسطينية بطريقة واضحة جدا الدفاع على استقرار في ليبيا، العمل على نسيج جديد في العلاقات ما بين الدول العربيه، الدفاع حتى على سوريا لاعادتها الى المشهد العربي فكان لها دور يعني مهم جدا ورغم انه يعني ابقات على علاقات وديه مع اطراف اخرى. الان هنالك علاقه كذلك مهمة جدا مع روسيا من جهة ومع الصين من جهة أخرى في على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. فالجانب الدولي نظن أن النظام الحالي نجح بخطوات مهمة جدا وهذا الشيء يريح يعني لأن ظهرت مرة أخرى أن الجزائر لها سيادة حقيقية ولها لكن يساهم الاستقرار السياسي بشكل او باخر على ان تكون هناك قدره طبعاً ايضا لبناء سياسه خارجيه وهذا الاستقرار السياسي انعكس حتى في بدايه انتعاش لا على المستوى الاقتصادي في واقع الان صعب على المستوى العالمي اقتصاديا الجزائر تنحو نحوا مغايرا لهذا التيار السائد انطلاقا من صحيح هذا الاستقرار السياسي لا صحيح بالضبط فهذا العامل الثاني على كل السياسة الداخلية فالسياسة الداخلية في الحقيقة هنالك مشاكل تراكمت منذ عقدين على الأقل الكل يعرف أن الجزائر في التسعينيات يعني مرت فترة صعبة جدا وإن كان إرهاب إلى آخره ثم عشرية لم نفلح فيها الآن من جديد لازم نفتح الملفات الاقتصاديه ونبعث باقتصاد قوي فلنا اوراق كثيره منها والحمد لله الجزائر تنتج المحروقات من غاز وبترول وممكن جدا ان نتكل على تلك العوائد باش ندفع من جديد استثمار قوي ونحل مشاكل اليوميه للجزائري لان في نهايه الامر كل شيء يرجع الى هل المواطن الجزائري يعني مرتاح ام لا في بلده. اذا انتم بالنسبه للسياسه الخارجيه للجزائر اليوم تتضح الصوره اكثر في يعني زياره مرتقبه اساسا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ربما تكون في نهايه العام الى روسيا. ما قبلها وما بعدها سيكون في الكثير من النقاط التي تحكى فيها عن واقع وموقع الجزائر لا سيما في التحولات الدوليه انتم يعني بالتقييم ترون انه الاتجاه الى روسيا الاستمرار الى هذه الشراكه في العلاقه التاريخيه ان صح التعبير ما قبل الاتحاد السوفيتي واليوم روسيا تعتبرونها سياسه ناجعه بالنظر الى الظروف على المستوى الدولي نعم نحن نساند يعني هذا التقارب عموما ومع البريكس خاصه منذ سنة العالم يشوف يعني تغيرات عميقة جداً منها يعني الانتقال من القطب الأحادي إلى تعدد الأقطاب ونشوف أن الجزائر وكذلك كل الدول العربية لنا مصلحة مباشرة مع يعني هذا التغيير الجدري للعلاقات الجيوستراتيجية في العالم فعالم متعدد الاقطاب هذا يترك هامش واسع للتحرك للدول خاصه الدول الناميه اللي يعني تعزز الخيارات تاعها اما في السابق بقطب واحد مهيمن عليه القطب الغربي وامريكا بالتحديد هذا كان اصبح خطر على الجميع فنشجع التقارب ما بين الجزائر والبريكس عموما. البريكس ايضا من الخيارات التي او حتى النقاط التي ستلحظ وتكون محل متابعه في زياره الرئيس عبد المجيد تبون والتي يعني يتم التحضير لها بشكل كبير ومكثف وواسع وهذا اقل ما فهمناه من سفراء البلدين في كل من البلدين ومن حركه دبلوماسيه التي نراها وقبلها كان في زياره لوزير الخارجيه الروسي إلى الجزائر وقال كلاما اعتبر بن قوسين على أنه مفاجأة بأنه في توقيع لاتفاقية استراتيجية شاملة بين البلدين ستكون يعني أكثر قوة ويعني توسيع وما إلى ذلك علما أن الاتفاقية التي سبقتها هي تتمتع بهذه الصفات ولا سيما ربما على المستوى العسكري هذه ألا تعتبر رسالة بشكل أو بآخر الغرب سيراها في لحظة في اللحظة العالمية رسالة تحدي ممكن جدا ولكن في نفس هل الوقت هل الجزائر جاهزه يعني لمثل ذلك خصوصا في حاجه نظن أن اوروبا خاصه في حاجه للجزائر لان في الازمه الطاقه اليوم ازمه الطاقه في اوروبا تحتاج الى غاز الجزائر وبترول الجزائر وليست لديها يعني إمكانيات للضغط أكثر من لازم على الجزائر فبطبيعة الحال الجزائر لا تريد أن تعادي الغرب يعني كمبدئيا ولكن الجزائر تدافع عن المصالح انتحى. الجزائر ليست لها يعني قوه ردعية أو قوة عسكرية لمش تدخل يعني في اصطدام مع الغرب هذا غير غير معقول وغير مطلوب ولكن من حق الجزائر كعدد كبير من الدول الآن أن تذهب إلى اختيار لتعددية الأقطاب ونشوف أنه مثلا اليوم في الخليج هنالك لقاء ما بين الدول مسؤولين الدول العربية والرئيس الصيني هذا يعني يدل على انه هنالك تغيرات كبيره راهي تجري في, في المنطقه وندعم يعني هذا هذا ال السبيل والحديث عن انه اتفاقيه استراتيجيه شامله تقويتها وتمتينها كما اشرنا الاتفاقيه الاولى كذلك واليوم ايضا سرب وهذا لا يحدث عاده في تجديد الاتفاقيات والعقود الطاقه بان الجزائر يعني لديها الحق في تغيير نوع العمله في الاتفاقيات وهذا وكانها خطوه ايضا باتجاه التحرر من سيطره الدولار، وكنت سالتك عن عن الجاهزيه بالنسبه للجزائر لماذا؟ لانه بدانا نشاهد نوع من التحركات التي تعبر ربما عن مجال لخطوات قد يتخذها الغرب ضغطا على الجزائر، علما انك تحدثت انه في مصلحه في ان تبقى العلاقه جيده. من بينها انه في البرلمان الاوروبي والحديث عن اعاده مراجعه الشراكه بين الاتحاد الاوروبي يعني المستوى التجاري والجزائر علما انها مجحفه بحق الجزائر والخارجيه الامريكيه اليوم يعني تضع الجزائر تحت الرقابه تحت موضوع الحريات الدينيه وهذه فهمت برساله نسال عن القدره في ان يكون الداخل متين في مواجهه مثل هذه الخطوات ان اتسعت نعم نعم صحيح الان لازم جبهه داخليه في الجزائر تكون قويه وتكون يعني لها يعني مقتنعه بالخيارات ربما الطريق يكون صعب ولكن ليست لنا اي حل اخر، الجزائر عليها ان تدخل في هذه المعركه ونظن انه ليست وحيده فتغيير العمله مثلا والخروج من الدولار اصبح يعني مهم جدا لان شفنا كيف تعامل الغرب بالدولار والاورو باش يفرض ضغوطات ويفرض عقوبات على روسيا عندما دخلت في أوكرانيا وكذلك على إيران وكذلك على فنزويلا وعلى دول كثيرة فاليوم الخروج من هيمنة القطب الواحد يعني كذلك الخروج من العملة الوحيدة التي تدير كل الشؤون الاقتصادية في العالم فهذا مهم جدا أن الجزائر يعني تبقى حرة في التعامل مع الآخرين بالعمله التي تناسب اقتصادها وتناسب هل قادر الغرب على اللعب على فت... النسيج دز... الاجتماعي للجزائر بمعنى يعني موضوع الخارجيه الامريكيه علما انه كان قبل في نوع من الاحتفاء بانه العلاقه جيده مع الجزائر وتتطور اقل ايضا السفيره الامريكيه عبرت عن ذلك والخارجيه ايضا لكن ان يتم وضع الجزائر كما تم التوصيف تحت المراقبه بالنسبه للحريات الدينيه او للمعتقدات لغير المسلمين كيف يفهم وهل قادره بشكل او باخر اي اطراف على اللعب على هذا على هذا المعطى داخل النسيج الجزائري انت تعرفي ان الغرب له عدد كبير من الوسائل اللي يضغط مباشره على عدد من الانظمه السياسيه ولكن في نهايه الامر في النسيج الاجتماعي في الجزائر نظن محصن نوعا ما هنالك يعني نوع من انسجام من الناحيه الدينيه خاصه، الكل يعرف ان 99% من الجزائريين يعني مسلمون وليست هنالك شرخ ديني داخل المجتمع. فهذه حجه من الحجج الكل يعرف الدفاع على حقوق الانسان والدفاع على حريه التعبير والدفاع على عدد كبير من القضايا اللي تروج لها يعني هذا الدول ولكن في نهايه الامر نظن انه الان المجتمع الجزائري ليس بساذج يعرف جيدا الدور اللي يقوم به الغرب ولا يسقط في اي يعني في في فخ من هذا النوع خصوصا انه في تجربه عاشوها في العشريه السوداء إيه؟ والتي حتحصن ايضا يعني النسيج او الشخصيه بالضبط. الوطنيه بالنسبه للجزائر المحصنه ما بعد مواجهه استعمار طويل الا نعم. وهو الاستعمار الفرنسي ولكن عندما نتحدث الان عن الدور السياسي وخصوصا ما بعد الحراك ونتحدث عن جيل جديد وانتم سيد جلالي كنتم ممن رشح نفسه للانتخابات الرئاسيه عام 2014 وعدتم وسحبتم ترشيحكم عندما كان الرئيس السابق قد رشح نفسه لولايه رابعه وهذا يدفعنا للسؤال عن المستقبل السياسي الذي تطمحون نعم. للوصول اليه ويسالك عبد العزيز في مشاركه عبر تويتر هل ممكن ان نراك مرشحا لرئاسيات تنافس الرئيس الحالي عبد المجيد تبون حرا او في المعارضه؟ والله اليوم يعني جيل جديد هو في موقف حزب معارض لان ليست لنا اي علاقه مباشره مع الحكومه مثلا، ليست لنا اي مسؤوليه فيما يجري على المستوى الرسمي، ولكن قبل كل شيء نحن مناضلون، والمناضل يدافع على افكار، اذا اتيحت الفرصه لادافع اكثر على الافكار اللي نحملها هذا شيء يعني مقبول جدا ولكن في كل حاله نظن انه الجزائر راهي تتقدم ونروح الى نوع من الاستقرار والدور تاعنا هو ان نعزز هذا الاستقرار ونفتح يعني يعني ليس لدينا يعني ربما مشروع اللي فقط للاضاءه ايضا سيد جلالي من الناس نعم. اللي تعرفك اكثر وحتى هناك من طرح لك السؤال لكن اعتقد انه يمكن ان نستفيد منه بدقيقه في ختام هذا هذه الحلقه يونس سفير يقول انه لماذا تخليت عن فكر مالك بن نبي ولم يعد يعتمد عليه هل لصعوبه تسيدي ام ان السياسه هي السبب نعم مالك بن نبي كان من من المفكرين العظماء الجزائريون تاع الخمسينيات حتى السبعينيات الان يعني لازم نجاوز بعض المعطيات يبقى انه الفكره الاصليه والمهمه هي ان نوفق ما بين رؤيه مسلمه او اسلام يكون يعني منفتح مع يعني الحداثه وهذا امر مهم جدا و يعني في جيل جديد نعتني به لنا مشروع مجتمع والمشروع المجتمع هو حداثي ولكن بنظرة نعم. تبقى عندها سيلة مباشرة مع المجتمع المسلم في الجزائر وخصوصا انه هذه هي يعني هذه هي التجربه التي خرجت من الجزائر التي تبعد تبتعد عن في طرح عن المتطرفين التكفيريين وحتى الوهابيه وما الى ذلك شكرا جزيلا لكم رئيس حزب جيل بالضبط. جديد جيلاني سفيان ضيفنا لك. كنت معنا من العاصمه الجزائر والشكر لكم مشاهدينا اينما كنتم موعد جديد بحلقه جديده بايجاز الى اللقاء